مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية في الصف الثاني المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 3 Lesson 5 اليونت الثالث الدرس الخامس. عنوان الدرس The Olympic Games الألعاب الأولمبية. بالبداية منطيني فقرة يقول لي Read about the Olympic Games، اقرأ عن هذه الألعاب الأولمبية. قبل ما أبدأ بقراءة المقطع أو القطعة، هذه القطعة قطعة مطلوبة بالامتحان التحريري، وأسئلتها أسئلة مهمة جدا. حاول تسجل المعلومات اللي راح نطلعها، طلع دفترك وسجل المعلومات اللي راح نطلعها مع الكلمات الجديدة على مود من نتطرق للأسئلة أنت تكون فاهم القطعة وفاهم أو مفتهم الحقائق أو حافظ الحقائق المتعلقة بالقطعة. لأن هو شو يقول لي؟ يقول لي The Olympic Facts and Figures، الحقائق المتعلقة بالألعاب الأولمبية وكذلك الأرقام. يعني راح ينطيني الأرقام القياسية، راح ينطيني شو وقت تم اختراعها، راح ينطيني عدد المنتخبات أو البلدان اللي شاركت بيها إلى آخره. إذن بنقرأ القطعة ونبدأ بقراءة القطعة. حاول تأشر وياي الكلمات اللي راح نطلعها. The old Olympic Games took place in Greece. The old Olympic Games، الألعاب الأولمبية القديمة. Took place، هاي الكلمة جدا مهمة، حاول تسجلها. Took place معناها حدثت، حدثت أو حصلت. الألعاب الأولمبية القديمة حصلت in Greece، احفظوا وياي هسه، في اليونان 2000 years ago، قبل أكثر من 2000 سنة. إذا انطلاقة الألعاب الأولمبية أولا وين انطلقت؟ انطلقت في غريس باليونان قبل ايش قد؟ قبل أكثر من 2000 عام. وحفظوا لي كلمة took place لأن راح تفيدنا بعد قليل بسؤال الإملاء. took place معناها حصلت أو حدثت. In 1896، في عام 1896، a Frenchman Pierre de Coubertin، رجل فرنسي يدعى Pierre de Coubertin. هذا الاسم حفظوه لأنه مهم جدا، تقريبا هو أهم اسم موجود بالقطعة. Pierre de Coubertin هذا اسمه أو هذا الشخص الفرنسي اللي اسمه بيير دي كوبرتين started modern Olympic games، ركزوا وياي، اخترع أو بدأ ألعاب أولمبية modern. هاي الكلمة كذلك مهمة، حاولوا تحفظوها. modern معناها حديث. الألعاب الأولمبية بشكلها الحديث اخترعها شخص أو وجدها شخص اسمه بيير دي كوبرتين. هذا بيير دي كوبرتين منين؟ من فرنسا. Frenchman معناها رجل فرنسي. They take place، قلنا took place حدثت بالماضي، take place تحدث بالمضارع. They take place every 4 years، هاي معلومة جدا مهمة، حاول تأشروها. هذه الألعاب الآسيوية تحدث كل 4 سنوات، in different city each time، في مدينة مختلفة بكل مرة. إذن إذا سألني how often do the games are held، كم بالمرة أو كم بالعادة كل كم فترة تعقد الألعاب الأولمبية، فتقول له every 4 years، كل 4 سنوات. in different city، في مدينة مختلفة. each time، كل 4 سنوات يختارون مدينة يقومون بها هذه الألعاب الأولمبية. Pierre de Coubertin هذا الشخصية الفرنسية thought، اعتقد that everybody should enjoy taking part. ركزوا يا طلاب، took place أو take place تحصل أو تحدث، حدثت. took أو take part معناها يشارك، هاي الكلمة كذلك جدا جدا مهمة. take place يحدث، take part يشارك. شو يقول هذا بيير دي كوبرتين الشخص الفرنسي؟ يقول everybody should enjoy taking part، الجميع، جميع المتسابقين يجب أن أو عليهم أن يستمتعوا بالمشاركة، يستمتعوا بالمشاركة بالألعاب الأولمبية. He said the most important thing، شنو القول مالته؟ يقول أهم شيء in the Olympic Games، بالألعاب الأولمبية، is not to win، هو ليس الفوز، but to take part، لكن أن تشارك بالألعاب الأولمبية. إذن الأهم فقرة بالألعاب الأولمبية مو أنه أنا أحصل المركز الأول أو أحصل المركز الثاني، مجرد مشاركتي بالألعاب الأولمبية هو شيء ممتع أو إنجاز يعتبر إلي. فهذا هم من ممكن يقول لي What is the most important thing in the Olympic Games، ما هو أهم شيء بالألعاب الأولمبية؟
تقول له is taken part هو المشاركة in the games بالألعاب وليس win the medal مو الفوز بالميداليات. More than 200 countries took part in the Rio de Janeiro Olympic Games in 2016. هسه ركزوا وياي. يقول لك أكثر من 200 بلد، أكثر من 200 دولة took part شاركوا قلنا take part يشارك الماضي مالتها took part شاركوا in Rio de Janeiro Olympic Games in 2016. أكثر من 200 بلد أو 200 دولة شاركوا بالألعاب الأولمبية المعقودة أو التي حصلت في ريو دي جانيرو في عام 2016. من الممكن يسألني يقول لي how many countries كم عدد البلدان that took place الذين شاركوا in the Olympic Games in ريو دي جانيرو كم عدد البلدان المشاركة في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو؟ لازم تقول له 200 200 بلد. Athletes from 87 countries won medals. يقول لك من دول ال 200 دولة رياضيين من 87 دولة won medals فازوا بالميداليات. يعني أني فتحت ألعاب الأولمبية في بلد معين شاركوا بيها 200 دولة، هاي ال 200 دولة 87 دولة من هذه ال 200 دولة المشاركة حصلوا رياضييها على شنو؟ على ميداليات، يعني فازوا أما بالمركز الأول أو بالمركز الثاني أو بالمركز الثالث. The athletes competed in 28 different sports. هذول الرياضيين شاركوا أو تنافسوا في 28 رياضة مختلفة. إذا كم عدد الرياضات اللي موجودة كانت في ريو دي جانيرو أو الألعاب الأولمبية الخاصة بريو دي جانيرو؟ تقول له 28 رياضة. The athletes who come first الرياضيين أو المتسابقين الذين يحصلون على المركز الأول second الثاني third الثالث win medals يفوزون بالميداليات. إذا شنو اللي ينطوهم أو شنو اللي الجائزة اللي يعطوها للمتشارك اللي يفوز بهذه الألعاب الأولمبية؟ لازم تعرف إن يفوز بميدالز. هاي الكلمة كلش مهمة. medals معناها ميداليات. medals ميداليات. بس بعدنا ما حددنا إذا كانت ميداليات ذهبية أو فضية أو برونزية. هو بصراحة يوضح لي إياها. The winner gets a gold medal. الفائز يعني اللي يجي بالمركز الأول، هذه المعلومة حاول تحفظوها. الفيرست اللي فايز بالمركز الأول gets gold medal يحصل على ميدالية ذهبية. زين اللي يجي بالمركز الثاني أو اللي يحصل على المركز الثاني أكيد راح يحصل ميدالية فضية. Who comes second gets silver medal. اللي يجي بالمركز الثاني أو اللي حصل على المركز الثاني يحصل على silver medal على ميدالية فضية. And the third gets bronze medal. أما اللي يجي بالمركز الثالث third المركز الثالث يحصل على البرونز medal الميدالية البرونزية. إذا عرفنا الرياضيين إذا حصل المركز الأول شو يحصل، شنو الجائزة مالته، اللي إذا حصل المركز الثاني شنو الجائزة مالته، وإذا حصل المركز الثالث كذلك شنو اللي يحصل عليه. وراها يقول لي rings on the Olympic flag. Olympic flag معناها العلم الخاص بالألعاب الأولمبية، هذا منطين صورته. be rings شنو rings يعني حلقات. يقول لك هذه الحلقات اللي موجودة بالعلم الأولمبي أو العلم الخاص بالألعاب الأولمبية show the meeting of athletes. هاي المعلومة جدا 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 مهمة، ركزوا لي عليها. هذا الفكرة مال هذه الحلقات اللي موجودة بالعلم شنو اللي تعبر عنه؟ تعبر عن the meeting of athletes from all over the world، تعبر عن التقاء الرياضيين حول العالم، التقاء الرياضيين في حدث رياضي في مدينة معينة، يلتقون هؤلاء الرياضيين في هذا الحدث من جميع أو من مختلف أنحاء العالم. The five colors and the white background. أما الألوان مالتهم اللي هي الأصفر والأزرق والأحمر إلى آخره، والwhite background والخلفية الخاصة بالعلم البيضاء are the only six colors that were on national flag in 1930. ركزوا وياي. يقول لك هذه الألوان اللي موجودة بالحلقات والخلفية البيضاء للعلم هي فقط ست ألوان أو هي الست ألوان الوحيدة اللي موجودة على العلم منذ اختراع
في عام 1913. يعني تم اختراع علم الألعاب الأولمبية في عام 1913 when the Olympic flag was invented، حيث تم اختراع علما لهذه البطولة أو لهذه المسابقة. هسه عرفنا المعلومات والحقائق والأرقام الخاصة بالألعاب الأولمبية، استخرجنا معلوماتها. حاول الآن نجاوب على الأسئلة. أستاذ أنا ما لقيت الأسئلة. طبعاً الأسئلة هو ما منطق إياهن بتمرين صريح من كتاب النشاط، منطق إياهن فقرة ثانية. شو يقول لك؟ يقول لك ask and answer، اسأل وأجب. يعني المفروض أن الأستاذ داخل الصف يختار طلاب اثنين، الطالب الأول يسأل على سبيل المثال what do the athletes who come second gets، ما الذي يحصل على عليه المتسابق الذي يحصل على المركز الثاني؟ تقول له silver medal، المركز الثاني يحصل على ميدالية فضية، وهكذا. فطالب يسأل والطالب الآخر يجاوب، لكن إحنا راح نطلع هاي الأسئلة ونجاوب عليها. هاي الأسئلة راح نطلعها، حاول تكتبوها بالدفتر وتحفظوها، لأنها أسئلة مهمة جدا بالامتحان التحريري، تجيكم بالفقرة المخصصة لقطع الكتاب. هسه ركزوا وياي أسئلة القطعة. شو يقول لي؟ يقول لي what do the athletes who come second get، ماذا يحصل الرياضيين الذين يحصلون على المركز الثاني؟ أنا شاركت في الألعاب الآسيوية وحصلت المركز الثاني، شنو اللي راح ينطوني إياه؟ أقول silver medals، يعني ميدالية فضية. زين، من الممكن الأستاذ يتلاعب بالسؤال، ما يقول لك who comes second، يشيل لك كلمة second، يقول لك first، الأول. الأول شي حصل؟ تقول له gold medal، شال لك كلمة first، خلى لك third. المركز الثالث شي حصل؟ تقول له برونز، وهكذا. إذن ذي المعلومات الثلاثة المتعلقة بالسؤال الأول. ما الذي يحصل عليه الرياضيين؟ الفيرست المركز الأول يحصل على الجولد، السكند المركز الثاني يحصل على السيلفر، الثيرد المركز الثالث يحصل على البرونز. نمبر 2 ثانية، how many countries took part؟ أخذنا كلمة took part، took part معناها شاركة. كم عدد البلدان التي شاركت in the Olympic Games in 2016، في الألعاب الأولمبية في عام 2016، كم بلد؟ ذكرناها بالقطعة، 200 أو 200 countries، 200 بلد تمت أو شاركت في هذه الألعاب الأولمبية. زين، من الممكن يسأل الأستاذ where were the Olympic Games in 2016، أين حدثت الألعاب الآسيوية في عام 2016؟ من يتذكر؟ تقول له ريو دي جانيرو اللي موجودة بالبرازيل. بعدها السؤال الثالث، what do the Olympic rings stand for؟ شوف هنا يقول لك هذا الرينجز، قلنا شنو معنى رينجز؟ حلقات. الحلقات اللي موجودة بالعلم الخاص بالألعاب الأولمبية شنو ترمز؟ ترمز ده ميتينج. شنو ميتينج؟ اجتماع أو تلاقي. ذا أثلتيز اجتماع الرياضيين from all over the world، اجتماع الرياضيين من جميع أنحاء العالم، اجتماعهم في مكان واحد بحدث واحد. Who was Pierre de Coubertin؟ من هو هذا الشخص؟ هذا بيير دي كوبرتين. ذكرنا أن بيير دي كوبرتين هو الفاوندر، فاوندر أو تقدرون تقولون inventor، فاوندر هو الذي وجد أو الذي اخترع the modern Olympic games، هو الذي اخترع أو الذي أوجد الألعاب الأولمبية بشكلها الحديث. انتبه لي، بعض الطلاب يقولون أو يذكرون بالجواب the founder of the Olympic games، هو مخترع الألعاب الأولمبية. هو مو مخترع الألعاب الأولمبية، مخترع الألعاب الأولمبية قبل 2000 سنة من عرفه، لكن مخترع الألعاب الأولمبية بشكلها الحديث هو بيير دي كوبرتين. Did Pierre de Coubertin think it was important to win the Olympic games؟ شوف هنا شو يقول لي. Did، دائما خلي بالكم طلاب، إذا بدأ السؤال بفعل مساعد الإجابة عنا أما بيس أو نو. فشي يقول لي؟ يقول لي هل هذا Pierre de Coubertin think it was important to win the Olympic games؟ هل يعتقد هذا Pierre de Coubertin أن من المهم أن نفوز بالألعاب الأولمبية؟ إحنا ذكرنا هذا رأيه. شي يقول؟ يقول أنا رأيي أنه من الضروري أو الأكثر أهمية أو الشيء المهم بالألعاب الأولمبية هو مو الفوز، وإنما المشاركة بالألعاب.
إذا أقول no he didn't، كلا لم يعتقد ذلك، ما اعتقد أنه الألعاب الأولمبية المهم أو الشيء المهم بها هو أن نفوز بها. إذا تريدون تكملون الجواب أو توضحون السبب تقول he thought، هو اعتقد that the most important thing، أكثر شيء أهمية is taking part، هو المشاركة، not win the games، وليست الفوز بالألعاب. How often do the Olympic games take place؟ كم مرة أو كم بالعادة كل كم فترة يتم عقد الألعاب الأولمبية؟ ذكرنا أن تعقد الألعاب الأولمبية every 4 years، كل 4 سنوات. هذا ما يخص الأسئلة المتعلقة بقطعة الألعاب الأولمبية، مثل ما وضحنا أسئلة مهمة جدا، خارج كتبوها بالدفتر وتحفظوها لأن مهمة، وتجيني بسؤال متعلق لقطع الكتاب. الآن ننتقل إلى كتاب النشاط، تمرين رقم 1، شو يقول لي؟ يقول لي find words or phrases from the article، جد كلمات أو عبارات من المقال أو المقطع النص اللي قرأناه قبل دقائق in your student's book that mean the following، تعطي نفس معاني هذه الكلمات. شون يعني؟ هو منطيني مثال أو منطيني تلميح، قل لي what's the winner get، ما الذي يحصل عليه الفائزين. احنا ذكرنا أن الفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث يحصلون على medals، medals معناها ميداليات، بس احنا ما وضحنا إذا كانت gold medal، ميدالية ذهبية، سيلفر ميدل، ميدالية فضية، أو برونز ميدل، ميدالية برونزية. لأن هو قال لي بشكل عام دول الأول ثلاثة يعتبر ثلاثتهم فائزين، كلهم شي حصلون، كل واحد يحصل على ميدالية باختلاف المعدل المتعلق بالميدالية. زين، يقول لي كلمة happen، أول شيء أسألك شنو معنى كلمة happen؟ happen يحدث أو يحصل. يقول لك أكو كلمة أعطيتك إياها بالقطعة تعطي نفس هذا المعنى، من يتذكرها؟ كلمة take place، take place معناها كذلك يحدث أو يحصل. بعد competed in the games، تنافس في الألعاب، شنو الكلمة اللي انطيتك إياها بالقطعة تعطي نفس المعنى؟ أنا لما أتنافس أو أدخل بهذه الألعاب شنو معناها؟ معناها take أو took part، took part معناها شاركة. أستاذ إن أنا ليش خليت take فعل مضارع وإن أنا خليته فعل ماضي؟ لأن هو منطيني أنا فعل ماضي وهو أنا منطيني فعل مضارع، فإذا أنطاني مضارع أنطي كلمة مضارع، إذا أنطاني ماضي أنطي كلمة ماضي، وهكذا. هذا التمرين تمرين إملاء مهم جدا 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 بالامتحان التعريبي. أستاذ بيا سؤال يجيني، يجيني بسؤال الإملاء، شلون يجيني؟ على سبيل المثال يقول لك happen فاصلة take place، على سبيل المثال يقول لك هذا الهابن أكو مرادف إلها اسمه take place. زين، competed مرادفها شنو؟ أنت لازم تعرف أن competed مرادفها took part. هذا بسؤال الإملاء مثل ما تعودنا بالسنوات السابقة على سؤال الإملاء، للشب الشرط أن تحفظ إملاء هذه الكلمات، لأن ما راح يجيبك إياها لا على شكل اختيارات ولا على شكل إسقاطات. ننتقل إلى تمرين رقم 2، شو يقول لي؟ يقول لي correct the statements، ركز وياي هنا، يقول لي صحح الجمل about the Olympic games، عن الألعاب الأولمبية. أولا هو منطيني مثال، طبعا يقول لي هاي الجملة اللي أنا منطيك إياها بها خطأ، أنا دا أقول لك هاي الجملة بها خطأ، فأنت لقى الخطأ وصححها. طبعا الخطأ إن أنا مو خطأ إملائي ولا خطأ قواعدي، وإنما الخطأ متعلق بالمعلومات عن القطعة. يعني على سبيل المثال يقول لي the first ever Olympic Games were held in 1896، أول ألعاب أولمبية حصلت أو عقدت في عام 1896. ذكرنا أن الألعاب الأولمبية حدثت قبل أكثر من 2000 عام، بس هنا أول ألعاب حديثة هي التي حصلت في عام 1896 بشكلها الحديث اللي اخترعها بيير دي كوبرتن. إذن الألعاب الحديثة هي اللي حدثت أو حصلت في عام 1896، مو الألعاب الأولمبية بشكل عام. زين، هذا الخطأ عرفناه أو هو مطيني يعني. The athlete who comes second، الرياضي اللي يحصل على المركز الثاني wins bronze medal، يفوز بالميدالية البرونزية. صح هذا كلام؟ لا، أكيد خطأ.
اما تشيل السكند تخلي بدالها الثيرد صارت الجمله صحيحه. الرياضي اللي يحصل على المركز الثالث يحصل على الميداليه البرونزيه، او تشيل كلمه برونز تخلي بمكانها سيلفر كيفك. على سبيل المثال اقول ذا اثليتي هو كمز ثيرد، الرياضي اللي يجي او اللي يحصل على المركز الثالث وينز يفوز برونز ميدال، يفوز بالجائزه البرونزيه. او اقول جمله ثانيه the athlete who comes second نفسيتها، الرياضي اللي يجي المركز الثاني gets or wins silver medal، يفوز بالجائزه او الميداليه الفضيه. النقطه الثانيه the olympic flag was invented for the first modern olympic games. شوف هنا هذه المعلومه شو يقول لي؟ يقول لي العلم المتعلق بالالعاب الاولمبيه تم اختراعه مع اول العاب اولمبيه. صحيح هذا كلام؟ لا مو صحيح. شو وقت تم اختراع العلم؟ تم اختراع العلم في عام 1913. فأما تقول عام 1913 أو تقول وزنت بطريقة أسهل، لم يتم اختراع علم الألعاب الأولمبية مع أول ألعاب حديثة. إذن أقول لأما 1913 أو وزنت. Winning the most important thing in the Olympic Games. الفوز هو أهم فقرة أو أهم شيء في الألعاب الأولمبية. صحيح هذا الكلام؟ لا. لا شنو المهم؟ أقول taking part المشاركة is the most important thing in the Olympic Games. هو أهم شيء في الألعاب الأولمبية. أنا مو ضروري إني أفوز، وإنما ضروري إني أشارك. مشاركتي بالألعاب الأولمبية هي بحد ذاتها هو الإنجاز. The Olympic Games are held every 6 years. الألعاب الأولمبية تعقد كل 6 سنوات. صحيح هذا الكلام؟ لا، مو كل 6 سنوات. Every 4 years. فقط الـ 6 أسويها 4. كل 4 سنوات. Less than 200 countries took part in the 2016 Olympic Games. أقل من 200 دولة شاركت بالألعاب الآسيوية في عام 2016. صحيح هذا الكلام؟ لا، مو أقل. أكثر من 200 دولة. إذن less هي الخطأ، أقول more. More than 200 countries. أكثر من 200 دولة شاركت بالألعاب الآسيوية. بقى الجملة كلها صحيحة. The rings on the Olympic flag stand for the 5 countries. الحلقات اللي موجودة بالعلم الخاص بالألعاب الأولمبية يرمز لـ 5 بلدان who competed in the Olympic Games أو in the old Olympic Games، الذين تشاركوا في الألعاب الأولمبية القديمة. صحيح هذا الكلام؟ لا. أقول له the rings on the Olympic flag stand for، ترمز إلى، هذا لحد الآن كله صحيح. من هنا يبدي الخطأ. أقول له for the meeting، لالتقاء the athletes، لالتقاء الرياضيين from all over the world، التقاء الرياضيين من مختلف أنحاء العالم. هذا ما يخص تمرين رقم 2. طبعا هذا التمرين غير مهم بالامتحان التحريري، لكن من الممكن أن الأستاذ يجيب لي أحد الجمل مالته ويخليني بين قوسين تي لو انتبهني، يعني بالإضافة إلى الاسم اللي أخذناه قبل دقائق. أنا من الممكن كأستاذ أجيب لك واحدة من ذني الجمل وأقول لك true or false. يعني على سبيل المثال athlete who comes second، نجي يعني نرجح الأصل، who comes second wins bronze medal، يفوز بالميدالية البرونزية اللي يجي المركز الثاني. صح لا خطأ؟ انت تقول له خطا. من الممكن الاستاذ يصححها بالامتحان ويجيب لك اياها ويقول لك ترو لو فولس، صح لو خطا. كذلك انت لازم تعرف ان المركز الاول جولد، المركز الثاني سيلفر، المركز الثالث برونز، وهكذا. اذا هذه المعلومات المتعلقه بقطعه الالعاب عرفناها، عرفنا الاسئله المتعلقه بها، وعرفنا الصيغه اللي ممكن تجينا بالامتحان، اما على شكل سؤال صريح مثل اللي كتبناها بالدفتر، او على شكل صح وخطا مثل التمرين الخاص رقم 2. الآن ننتقل لفقرة أخرى اللي هي فقرة قراءة السنين. خليكم ويانا. الآن الفقرة الثانية يقول لي كيف تقرأ السنوات. طلاب أكو أكثر من طريقة نقرأ بها السنة. يعني مثلا هو ينطينا مثال عام 1981، يقول لك هذه أقدر أقرأها بأكثر من طريقة. إما بالطريقة التقليدية اللي هي قراءة الألوف ومن ثم المئات ومن ثم العشرات ومن ثم الآحاد،
أقول 1981 أو أكو طريقة يحبذوها الأجانب أو يفضلوها على باقي القراءات، يقول لك أنا ليش ما أقولها بطريقة أسهل، أقرأ أول رقمين وآخر رقمين، يعني هسه 1981 أقرأ أول رقمين، هذا النشيد من يقرأ لهذا الرقم، هذا 19 وهذا الرقم 81، فأقول 1981 معناها هم نفس الطريقة 1981، 19 معناها 19، 81 معناها 81. أنت لما تقرأها بهاي الطريقة المتلقي راح يتهم إنه أنت تقصد 19 بواحد وثمانين يعني 1981. إذا أنا أما أقرأ الطريقة بقراءة الطريقة الأولى بقراءة الآلاف ثم المئات ثم العشرات ثم الآحاد. أضرب لك كمثال عام، نفس المثال أنا اللي ضربته عام 1981، شلون أقرأها؟ أقول 1,981. هاي الطريقة الأولى، أقرأ الآلاف ثم المئات ثم العشرات ثم الآحاد. 1,981. أو أقرأها بطريقة أخرى اللي هي الطريقة الثانية، شو تقول؟ تقول بقراءة أول رقمين ثم ثاني رقمين، يعني أقسمها قسمين نفس المثال أضربه، أقول عام 1981 1981 شلون أقرأ؟ أول رقمين إيش قد؟ 19، شنو 19 بالإنجليزي؟ أقول 19، ثاني رقمين 81 81. شوفوا الطلاب، أنا إيش قلت قبل شوية؟ قلت هم يحبذون، الأجانب يحبذون قراءة هاي الطريقة، ليش؟ لأن أخف أو أقل كلماتها أقل من الطريقة الأولى. هذا من الممكن أن يجيك بالامتحان بطريقة واحدة، مثلاً يقول لك شلون الأخبار عن الوقت؟ لما أقول لك what time is it now؟ كم لك ساعة الآن؟ وانطيك وقت تعطيني الساعة. أعطيك مثلاً على سبيل المثال عام 1995 على سبيل المثال. زين، أقول لك read أو write، اكتب the year، اكتب السنة، اكتب السنة كتابة المرقمة. فأنت شرح تقول لي، أما تتبع الطريقة الأولى تقول لي 1995، أو تتبع الطريقة الثانية تقسمها قسمين. القسمين شلون راح يكون؟ راح يكون 1995 عام 1995 نفس الطريقة، اثنيناتهم ينطل نفس الفكرة. زين، هاي الطريقة اللي بتجيها بين الامتحان. لكن انتبه لي، من عام 2000 لازم نقول 2000 إلى عام 2009 لازم تقرأها فقط بالطريقة الأولى، ما تقدر تقرأها بالطريقة الثانية. لكن 2010 فما فوق تقدر تقرأها بالطريقة الثانية. فمثلاً 2010 شو تقول؟ تقول 2010. طيب مثال أو وضحت للمقابلي إنه أنا إذا أقرأ سنة من السنوات 2010 معناها 2010. هذا ما يخص قراءة السنين. تجيك بهاي الطريقة بالامتحان، لكن ركزوا إنه من عام 2000 لعام 2009 ما نقدر نقرأها بالطريقة الثانية، تقرأ فقط بالطريقة الأولى. فشوفوا مطينها مجموعة من الأمثلة. عام 1981 قرأ أول رقمين اللي هو شنو؟ 19. شنو 19؟ 1981. الرقم الثاني أول رقمين إيش قلت؟ 18. شنو 18؟ 18. و96 96 18 96، وهكذا 2019 2019. شوف هنا أنا قارئها 2019 2019. أقدر أقرأها بطريقة ثانية؟ نعم أقدر. أقول مثلا 2019 وهكذا، يعني معناها 2019 يعني 2019، وكذلك 2022 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
الحسين، إما بطريقة الآلاف ثم المئات ثم العشرات ثم الآحاد الطريقة التقليدية،
أو بقراءة أول رقمين ثم ثاني رقمين ما عدا من عام 2000 إلى عام 2009. كذلك سجلوا هاي الملاحظات بالدفتر، خاف يجيب لي الأستاذ بسؤال القواعد مثل الطريقة اللي شرحناها. الآن يقول لي practice saying this year، شوف أنا أقول لك saying this year، إذن هو هذا نشاط للتحدث مو نشاط القواعد، لذلك من النادر أن يجيب الامتحان التحريري بسؤال القواعد، لأن هو متعلق بالتحدث وليس بالامتحان التحريري. أجل يقول لي عام 1896، أجل شلون أقدر أقرأ؟ أقرأ أول رقمين ثم ثاني رقمين، إيش قد أول رقمين؟ 18، أقول 18. إيش قد ثاني رقمين؟ 96، 96. صارت القراءة ما صحيحة، هذا أي أو الحل مال جملة أي. B عام 2000، ما أقدر أقرأها غير فقط 2000. عام 2000. النقطة الثالثة 1948، أول رقمين ثاني رقمين، أول رقمين إيش قد؟ 19، 48، 48، وهكذا. اللي بعدها D إيش قد بنطيني؟ 2012، أقول 2012 أو أقول 2012، اثنين صحيحة. وهكذا البقية E 2022، أقول 2022 أو أقول 2022 وهكذا. 2002 ما أقدر أقرأها غير فقط بالطريقة الأولى، شو تقول؟ أقول 2002 وهكذا. 2004 2004، 2010 2010 أو 2010 وهكذا. إذن عندك أكثر من طريقة لقراءة الوقت، هذا غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي، لكن مثل ما وضحنا من الممكن نجيب لي أحد هذه السنوات ويقول لي اكتب التاريخ أو اكتب السنة كتابة وليس رقما. ننتقل إلى تمرين اللي بعده، تمرين رقم 4 و5 و6. هن ثلاثة تمارين كل واحدة مرتبطة بالثانية. فشي يقول لي؟ يقول لي بالتمرين رقم 4 make a list of many sports as you think of، سوي قائمة أو سوي لي قائمة بعدد من الرياضات اللي تعرفها، شكو رياضة تعرفها اكتبها. إذا الطالب يجي يعدد الرياضات اللي يعرفها، على سبيل المثال فوتبول، كرة القدم، تنس، التنس، باسكتبول، كرة السلة، أقدر عدد الواي رياضات، جيمناستيك، الرياضات البدنية أو الجيمباز، بوكسينج، الملاكمة، سايكلينج، قيادة الدراجة الهوائية، سكيينج، التزلج، إلى آخره. أقدر أعدد كل الرياضات اللي أعرفها، عددت مثل ما طلب من عندي. تمرين رقم 5 شي يقول لي compare your list with a partner، أنت مو سويت قائمة وزميلك اللي بصفك سوى قائمة، قارن القائمة اللي سويتها أنت بالقائمة اللي سواها زميلك، شوف ياها اللي طلع أكثر وهكذا. تمرين رقم 6 يقول لي look at your list، انظر إلى قائمتك، circle the sports in different colors، شوف هنا هاي مجرد نشاط صفي. يقول لي كل رياضة من الرياضات اللي أنت عددتها انطيها لون معين أو ظللها بلون معين، مثلا use blue، استخدم اللون الأزرق للرياضات اللي تضرب بها شيء معين مثل التنس أضرب بها الكرة، استخدم اللون الأحمر where you throw something بالرياضات اللي ترمي بها شيء معين مثل شنو؟ مثل الباسكتبول. Use green، استخدم اللون الأخضر for sports you kick something اللي تركل بها الشيء مثل شنو؟ مثل football وهكذا. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي. يعني مثلا كرة القدم أركل بها شيء معين أنطيها لون أخضر green، ألونها باللون الأخضر. التنس شو يقول لي بالتنس؟ hit something تضرب بها شيء معين ألونها باللون blue الأزرق وهكذا. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا أن درس متعلق بقطعة الألعاب الأولمبية، قطعة مهمة جدا بالامتحان التحريري، طلعنا المعلومات من عندها، تعرفنا على الأسئلة المتعلقة بها، الصح والخطأ المتعلق بها، شلون تجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها. كذلك تطرقنا لموضوع قراءة السنين، شلون نقدر نقرأ السنوات إما بقراءة الآلاف ثم المئات ثم العشرات ثم الآحاد، أو بقراءة أول رقمين وثاني رقمين بالطريقة اللي وضحناها، وعرفنا شلون تجينا بالامتحان إذا جاب لي أحد سؤال القواعد
لكن هي مجرد نشاط صفي المفروض او نشاط للتحدث، اما باقي انشطه هذا الدرس انشطه صفيه غير مهمه من الامتحان التحريري او الامتحان الشفوي. كذلك بالاضافه الى الاملاء، حاولوا الكلمات ان الثلاثه تحفظون املاءها اللي هي الهابن، المرادف مالت تو بليس، الكومبيتد تو بارت الى اخره اللي اخذناها من التمرين رقم واحد ضمن مهمات تجنب سؤال الاملاء. اما باقي انشطه هذا الدرس انشطه صفيه غير مهمه من الامتحان التحريري او الامتحان الشفوي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو، اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجوده اسفل الفيديو في الوصف.